المالية المتبادلة بين الطرفين المعلومات يعني لا فيابيليتي دي ريزيلتا تكون عندنا نفس الإجراءات تسمى مستوى وكالة الوطن في مختلف التحويل المالي المتعدد لس... إن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومؤسسة بريد الجزائر في مجال التحويلات المالية بصيغة الدفع المجمع عبر الحسابات البريدية الجارية لمؤمنهم اجتماعيا من شأنه ضمان حصولهم على مستحقاتهم بانتظام دون تأخر واختصار الوقت وبالتالي القضاء على أشكال كل البيروقراطية في الحصول على الأداءات. كما يأتي إبرام هذه الاتفاقية في إطار مواصلة العمل على عصرنة ورقمنة الصندوق وتبسيط إجراءاته في مجال تأمين التحويلات الخاصة بمختلف العمليات المالية بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر، وكذا تسريع أجال تنفيذ المعاملات، وهو خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية عبر وضع نظام آمن لتبادل البيانات والمعلومات بين مؤسسة بريد الجزائر والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. الهدف من هذه الخدمات هو تسهيل حياة المواطن، وأنا دائما أريد أن أؤكد على النقطة هذه. كل المجهودات التي تقوم بها مؤسسة الدولة هي تصب في هذا الجانب. اليوم سنوقع على اتفاقية ليكون هناك نوع من التبادل مع تبادل البيانات بطريقة تكون آمنة ما بين الصندوق و مؤسسة بريد الجزائر. هذا تبادل البيانات سيكون بطريقة آمنة، يعني ما يكون فيها حتى إشكال بين المؤسستين، ويكون في إطار احترام القوانين، ويكون أيضا بطريقة سلسة